مرحبا، أنا الشيف منال العالم. في درس الفاصوليا البيضاء حنتعرف على طريقة اختيار البقول بعدة أنواع وطريقة تجهيزها وكيف ممكن نعمل صلصة لذيذة. في درس الفاصوليا حنتعرف على طريقة اختيار البقول وطبخ البقول. البقول طبعا من المواد المهم جدا انه ندخلها دائما في وجباتنا، ممكن نستعملها للشوربة، ممكن نستعملها في السلطة، وممكن نعملها يخاني. لما بنعمل البقول يخني نحتاج نعرف بعض المعلومات عشان فعلا نطلع بالآخر بننتج طبق كتير طيب ولذيذ وما بياخذ منا مجهود في تجهيزه. لازم نكون فاهمين البقول بتبقى في البداية مجففة زي ما بنشوفها إحنا وبنشتريها بهذا الشكل. عندي هون عدة أنواع من البقول، طبعاً أنواعها متعددة. أنا عم بتكلم هون عن الفاصوليا اللوبيا، بنستعمل نفس الطريقة. عندنا مثلاً هذا النوع بيبقى اللون الأسمر، حبات صغيرة، ممكن اللوبيا البيضة، وفي اللي بنسميها كمان المكحلة. ولو شفنا فعلاً أنواع الفاصوليا واللوبيا بنلاقيها عشرات الأنواع، وفي أنواع بتبقى ملونة، يعني عالم واسع. ولكن كل هذه البقول اللي عم بتشوفوها أنواع الفاصوليا واللوبيا تعتبر مجففة. معنى ذلك إنه إحنا لما انقطفت من الحصاد تاعها تم تجفيفها لتحتفظ بخواصها، وتم تجفيفها بيكون ما فيها أي سوائل. لما بدنا نيجي نطبخها لابد إنه نرجع نرطبها تاني، فمننقعها بالمي عشان ترجع الألياف اللي في داخل هذه البقول تتشرب المي تاني وتفتح تاني وتطلع خواصها. البقول مصدر غني بالبروتين، في ناس بيعتمدوا عليها كمصدر بروتين كامل لهم، ولكن احنا بنحب دائما نتنوع. ممكن دائما نحرص على تناول اليخني على الأقل لو في أطفال برضو في الأسرة، لو عملنا مرتين يخني باستعمال البقول بيبقى كتير كويس. احنا اليوم حنستعمل الفاصوليا البيضة، لما بشتريها من السوق حتبقى بهذا الشكل. بتأكد انه حبة الفاصوليا نظيفة ما فيها اي ثقوب، لانه في بعض الاوقات بيبقى فيها بعض الحشرات او السوس بتبقى فيها ثقوب لونها ابيض او لونها اسود. حتى لو في الظاهر ما باين عندي اي شيء، ما في اشي بيمشي عليها من الخارج، بس لازم افحص كم حبة في الاول بايدي، لانه السوس او بعض الحشرات بتكون في الداخل. ممكن يبقى الخرم موجود او الثقب موجود ولكن الحشرة مش موجودة، فبرضو نبعد عنها تماما. فارجو انه نختار الحبات النظيفة اللي بتكون بهذا الشكل ونبتدي نشوف طريقة تجهيزها. البقول بتحتاج تجهيز مسبق، ولما أكون أنا عارفة هذه المعلومة ما بتفاجأ وقت اللي بدي أطبخ هيك صنف. تجهيز المسبق معناها بدي أنقعها في المي، بغسلها وبغمرها بالمي بهذه الطريقة، مي نظيفة، وبخلي كمية المي حوالي 3-4 مرات أضعاف البقول، لأنه البقول عندي زي ما قلنا حتتشرب بالمي مع الوقت. بنلاحظ بيصير عندي تجعدات على سطح القشرة، وبعد هيك بتبتدي تتمدد لغاية ما تصير عندي بهذا الشكل. بنقاها حوالي 12 ساعة. في بعض الأوقات وبعض الاقتراحات إنه نضيف لها بعض المواد للمساعدة في تسريع النقع، ولكن أنا أقترح إنه نخلي البقول براحتها تأخذ وقتها تمتص المي الكافي وتتمدد بالتدريج وبوقت مناسب لنحصل على فوائد كاملة. ونشوف خطوتنا التالية. الخطوة التالية أسلق الفاصوليا. في طنجرة بحط المي، بدي كمية المي تكون بتغمر الفاصوليا. بتخلص من مية النقع، ما بستعملها. نشيل كل حبات الفاصوليا بهالطريقة، وحبتدي أسخن المي على نار عالية جدا لغاية ما تبتدي بالغليان. ونشوف الخطوة التالية. الفاصوليا ابتدت تغلي عندي على نار قوية، وابتدى يتكون عندي رغوة بيضة. بحاول شوي شوي أشيل هذه الرغوة قدر الإمكان. بنلاحظ كيف هاي الرغوة بتتكون بس
على الجوانب، بحاول شوي شوي أشيلها وأتخلص منها بهذا الشكل. للمساعدة على الحصول على فاصوليا بتنطبخ بنجاح، عندي فكرة إنه أضيف ملعقة صغيرة من زيت الذرة، بضيفها مباشرة على مية السلق. هلأ بغطيها وبخلي جزء من الغطاء مكشوف، وبوطي النار على نار وسط وبسيبها حوالي 15 دقيقة. بعد هيك بختبر النضج حسب نوع الفاصوليا طبعا، وحسب حجم البقول اللي أنا بستعملها. إذا عم بستعمل فاصوليا صغيرة يمكن تأخذ وقت أقل. بختبر النضج، أحاول لما أختبر النضج ما تكون مستوية 100%، لأنه لسه حنطبخها في الخطوة التالية. خلينا نشوف. الخطوة التالية تجهيز اليخني. أنا عندي هون اختيارين، ممكن أعمل الفاصوليا أو اللوبيا أو أي نوع بنحبه من البقوليات باللحمة، أو أعمله سادة من غير أبداً أي لحوم، لأنه عندي كمية من البروتين تكفي كوجبة رئيسية، بس في ناس بيحبوا كمان يضيفوا له اللحمة. إذا حبيت أعمل اليخني من غير لحوم بقدر أتبع الخطوات ونستبعد موضوع اللحمة. في البداية هحط السمن أو الزيت على حسب رغبتكم. هسخن السمنة أو الزيت، هضيف البصل، هقلب البصل شوي، هضيف الثوم وهقلب الثوم كمان شوي، وبعد هيك أضيف البهارات اللي هستعملها، قرفة، وأضيف الكمون، ويتحمص شوي بهالطريقة، ومباشرة أضيف قطع اللحم. قطع اللحم طبعا ممكن تبقى متعددة الأشكال، ممكن أستعمل لحم بالعظم، ممكن أستعمل قطع صغيرة بهذا الشكل، ممكن أستعمل دجاج كمان على حسب رغبتكم، أو نلغي اللحم تماما ونكمل بهالخطوات. هضيف معجون الطماطم وعصير الطماطم. عصير الطماطم أنا عندي طماطم طازة فريش، بحطها في إبريق الخلاط وبعصرها بهذا الشكل. معجون الطماطم لزيادة طعم الطماطم كمان. هقلب هالمكونات مع بعضها، أضيف رشة فلفل أسود، هغطيها وأسيبها على نار هادية لحوالي 20 دقيقة لغاية ما أتأكد إنه اللحمة استوت. طبعا اللحمة على حسب نوعها بتقدروا تختبروا النضج بعد 20 دقيقة. نوع اللحمة بيختلف وحجم التقطيع بيختلف، كل ما كانت أكبر كل ما حتحتاج طبعا وقت أكتر. أتأكد إنه اللحمة استوت ونشوف خطوتنا التالية. بعد ما تتسبك عندي اللحمة وتنطبخ بهذا الشكل، ببتدي أشوف قديش قوام السوائل اللي موجودة عندي. إذا لأني أنا طبعاً لسه حضيف الفاصوليا أو اللوبيا حسب البقول اللي بتحبوا تستعملوها، الكمية هاي تعتبر قليلة شوي، فببتدي بس بزود شوية مي مش كتير. حضيف اللوبيا المسلوقة، هقلبها بهدوء، حسيبه يتسبك، وبعد هيك أضيف البقول اللي أنا بستعملها، هلغي إضافة اللحمة، بسيبها على النار شي بضع دقائق، خلاص بتكون تشبعت بالنكهة الطيبة. هلأ ما تنسوا إنه إحنا ما أضفنا الملح، بحب أضيفه بالآخر، لأنه عندي لحمة وعندي معجون الطماطم شوي ممكن الطعم ما أقدر أزبطه 100% في الأول، فيفضل تضيفوه بالآخر. في فكرة تانية كمان إذا بتحبوا، بالنسبة للحمة بعد مرور حوالي 15 دقيقة بقدر أضيف لها الملح عشان نتأكد 100% إنها ما تشيد معانا أثناء الطبخ. يبقى عندي هلأ اللوبيا أصبحت مسبكة وجاهزة، ونبتدي نتحدث عن التقلية.
تقلية ممكن أستعمل إذا حبيت سمنة أو إذا حبيت زيت الذرة على حسب الرغبة. حبتدي أسخن شوية سمنة، حضيف التومة. في ناس بيحبوا التومة لحالها سادة، في ناس بيحبوا يضيفوا لها الكزبرة، على حسب رغبتكم. هقلب التومة لثواني بسيطة بس. احنا ما بدنا يتغير اللون، لانه لو احمرت او صار لونها بني غامق حطيتي مرار وما حيبقى طعمها طيب. ودائما التقلية بنضيفها في اخر وقت عشان تضلها محتفظة بالنكهة الحلوة، وهي هذه اللي بتفتح النفس على الاكل. حضيف الكزبرة الخضراء المفرومة وقلبها بهالطريقة، يا دوبك ثواني بسيطة فقط. وعلى طول هحطها على اليخني. هقلبها تقليبة خفيفة واليخني عندي أصبح جاهز. خلينا نشوف طريقة التقديم. في درس يخني اللوبيا اتعلمنا طريقة اختيار البقول، طريقة نقعها وسلقها، وكمان كيف نطبخها. اللوبيا عندي جاهزة، حرش عليها رشة كزبرة عند التقديم. جربوها.